الأهرام قوطو النهاردة هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا، اللي هو البلوك الزهر والبلوك الألتمونيا. وإحنا في استضافة المهندس محمد العناني. السلام عليكم يا باشمهندس. عايزين بقى تقول لنا إيه الفروقات بين البلوك الزهر اللي في المطور والبلوك الألتمونيا، وليه الشركات الكبيرة دلوقتي بدأت تتجه ليها؟ تتجه للألمونيا الشركات الكبيرة عشان البلوك الألمونيا أولا تبريد أسرع وتوفير في البنزين ووزن أخف. وزن أخف. طب ليه الناس برضو أما بتيجي تشتري مثلا عربية يقول له إيه، هو البلوك ده زهر ولا ألتمونيا، وبيفضلوا البلوك الزهر عن الألتمونيا أو الألمونيا؟ في بعض الشركات ومن ضمنهم الشركات الألمانية والأمريكاني محتفظين لغاية دلوقتي بصناعة البلوك الزهر، بيدي عمر أطول، صلابة في الأداء، بينفع ان احنا بنعمله مثلا عمرة مرة واثنين. لكن بالنسبة للألمونيا خلاص يعني احنا دلوقتي كده اتجهنا ان احنا بنغير البلوك كامل. بتغير البلوك كامل. لان انا اعرف يعني الناس بتقول لك ايه، في الفك والتربيط ما بيتربطش كويس، بيحفر في الالومنيا عموما بتحفر في بعضها، فهل ده يعني انا عارف طبعا احنا بنلجأ للاصلاح في الالومنيا لما بيكون مفيش بديل، لكن الافضل ان احنا بنغيره على طول. يعني الافضل ان انت تغيره. بالنسبه للزهر على فكره متاح لينا ان احنا نعمله مره واثنين وثلاثه، مفيش اي مشكله خالص. تمام. لكن كاداء وكتسارع وان هو بيعرف يزود الباور هورس في الالومنيا بيبقى افضل من الزهر. تمام. طب انت بتفضل ايه يا باشمهندس لما واحد بيجي يشتري عربيه؟ يعني طبعا العربيات انت قلت لي صحيح كمان